لندن بعد أن سكن ليلها جميلة بما فيها من دفء أخاذ، صورة من بلادي للمبغضين. بلادي المبغضين، وهل استبدل كساب العتيبي السعودية بلندن بهذه البساطة؟ ومن هم المبغضون؟ هل يقصد أهل بلاده التي أنكرها؟ الكلام الدافئ للندن واللغة البذيئة للخليج وأهله، للإمارات والسعوديين وكل من يخرج عن أجندته الخاصة، فتتحول لغته فجأة إلى لغة أزقة بمفرداتها البذيئة وكأنه عنصر ميليشيا أو عصابة. ولتتحول دكتوراة العلوم السياسية التي يتفاخر بها في بروفايله الخاص في تويتر إلى واجهة إعلامية لا أكثر، فهو في محاججاته الإعلامية حيث لا يمكنه استخدام اللغة البذيئة لضرورات إعلامية يلجأ لتهويل مجاني بالأرقام. الإماراتيون قبل أسبوعين حكموا ب700 سنة تقريبا، 94 معتقل من الإصلاحيين في الإمارات. فهو يجمع عدد سنوات السجن للمتهمين بالتآمر على الإمارات متناسيا. ماذا لو جمعت أعمار من ذهبوا ضحية إجرام الإخوان في مصر وغيرها؟ كما يلجأ في مكان آخر إلى تعبير يعتقد أنه نخبوي يخاطب به المثقفين. يحتاج الخليجيون السعودية والإمارات تحديدا 20 سنة ضوئية حتى يعني يتملكوا شرعية كشرعية الرئيس مرسي. 20 سنة ضوئية، وكم سنة ضوئية تحتاج برأيه سوريا والدول العربية لتشفى من جرائم الإخوان والجهاديين ومن ثقافة الكراهية التي يبثونها في الأجيال والشباب؟ فهذا المدعي للحضارة الذي يحكي عن حقوق المرأة في بروفايله يكشف فجأة ظلاميته بالتحريض على القتال المذهبي وعلى جهاد سيدمر البشر والحجر. هذه اللغة التحريضية حينا والبذيئة حينا آخر تتحول فجأة إلى لغة ناعمة متحذلقة فقط عند الكلام عن لائحة محددة من المرجعيات، أولا قطر وتحديدا حكامها لا شعبها. انهالت علي صور تميمك المطر وكلها صور جميلة. من عنده صورة لتميم قطر ويفضل أن يكون مبتسما؟ والكلام ناعم أيضا لعمان، ولكن فقط بداعي بث الفتنة بأي سبيل كان، فهو من أشد من دفعوا باتجاه شائعة سرقة الإمارات للموروث العماني الثقافي والذي نفاه العمانيون حينها، وطبعا لتركيا أردوغان تحديدا الحب والإعجاب. أما مرسي والقرضاوي الداعي لقتل المصريين لأنهم خوارج على مرسي ولقتل السوريين على أساس مذهبي، هما بطلاه المعظمان الشجاعان، ليصبح القتل والكراهية شجاعة وتصبح دعوات شيخ الأزهر للاعتدال والمحبة ارتزاقا. من هم المرتزقة؟ أليست أهم صفات المرتزقة التنكر للأوطان والاستعداد للتحول إلى نسخ تردد الكلام الجميل كالببغاء في مكان والبذيء في مكان آخر؟ كل ذلك من أجل التنعم بالحياة على حساب البشر وحياتهم وكرامتهم. ألا يكون كساب العتيبي أحد نسخ أبو رغال العصرية كما أطلق عليه أحد المغردين اليوم؟ أبو رغال الذي كان دليلاً لجيش أبرهة الحبشي الذي جاء لهدم الكعبة تحول عبر التاريخ إلى رمز للخيانة والعمالة والدجل، يطلق اسمه على كل من خان قومه وخذل أمته. كساب ما مثل قبيلة ولا دين، يخونكم واحد وتوفي بدايد في قلوبنا غيرة وفرقابنا دين، منكم ومعكم فرخة والشدايد، حنا عوايدنا عوايد سلاطين وانتو سلاطين، انت عارف العوايد.